خالد نجم المباراه غير الجمهور يعني. محمد شريف. محمد شريف. محمد شريف. اشمعنى محمد شريف؟ محمد شريف هو اللي اربك اصلا المنظومه الدفاعيه بتاعه النادي الزمالك. نادي الزمالك دايما في جاب واسع جدا بين محمود الونش وبين محمود علاء، ومش ومحمد شريف متعود على ده. في الماتش اللي فات اللي احنا كسبنا فيه 2-1 محمد شريف قدر انه يستغل الجاب ده مرتين مش مره واحده. وامبارح برده عمل ده، او الجون الاولاني هو اللي استلم الكوره على طرف منطقه الجزاء واداها لاليو ديانج وشاطها. الجون الثاني هو اللي استلم الكوره وادى الكوره لعلي معلول دخل عمل ضربه جزاء. الجون الثالث هو اللي استقبل ربونا عمرو السليه وحط الكوره والاروع ما يكون في الجون. فلعيب عامل 2 اسيست وجون في وجاب جون هايل جدا، يستحق انه كمان كان راعب المنظومه الدفاعيه الزملكاويه، وما كانش وكان حريمهم ان هم يتقدموا المناطق الهجوميه، وبالتالي لابد ان ياخد حقه. وانا شايف انه حتى في التحليل، لان الناس انصرفت لحاجات تانية فبعض الناس اغفلت امور كتير جدا، لابد ان هم كانوا ياخدوا حقهم. اللعيبه كانت تاخد حقها في امبارح.